اتقابلت معاهم قلت لهم يا جماعه ولا النيابه هتسالكم ولا وجودكم هنا هيفيد في شيء، بعد اذنكم احنا هنروح على المستشفى نخلص. انا يعني يمكن من سبب اسباب خروجي الاساسيه هو عدم التقدير. قلت لهم ايه علاقه ان هو يقول كلمتين في المحضر ان الفنانه تخرج؟ الكلام اللي انتوا بتقولوه ده مش مظبوط. نيابه مصر الجديده وقابلت ساعتها، كنت اول مره اشوف حسام حبيب، هو يوم الاربع لما صديقي ده استعان بيا حسام الشيخ. ان المحامين بتوع استاذ ياسر واخدين حسام حبيب في النيابه بياخدوا اقواله عشان خاطر يقول كلمتين عشان شيرين تخرج. فانا طبعا تعجبت للكلام، قلت لهم ايه علاقه ان هو يقول كلمتين في محضر ان الفنانه تخرج؟ الكلام اللي انت بتقوله ده مش مظبوط. فاتقابلنا عند نيابه مصر الجديده وقابلت ساعتها، كنت اول مره اشوف حسام حبيب، اتقابلت معاهم قلت لهم يا جماعه ولا النيابه هتسالكم ولا وجودكم هنا هيفيد في شيء، بعد اذنكم احنا هنروح على المستشفى نخرجها. فطبعا استغربوا للكلام، والحمد لله ربنا وفقني ورحنا وتواصلت زي ما انا ذكرت قبل كده مع المستشفى. وطبعا حجتهم بتاعت الازاز هاسر فكلمناه، الراجل مشكورا جه، بس طبعا ايه احنا كان الكلام ده كان 10:30 11، هو جه حوالي الساعه 2:30 بالليل او 3. والله بص يعني اللي انا يعني يمكن من سبب اسباب خروجي الاساسيه هو عدم التقدير الادبي طبعا. لان انا لما رحت برضو رحت لشيرين كفنانه ورحت لصديق كصديق، بس للاسف ما يعني انا عايز اقول لك ان هم ما ردوش عليا. تاني يوم الزحمه خدنا ميعاد، وبعد جهودنا وبعد قعدتنا في الشارع من الساعه 10:30 11، ومن قبليها واحنا متوجهين المستشفى لما كنا عند النيابه الساعه 9 لغايه الساعه 3 بالليل، كل ده ما يبقاش فيه تقدير. وفي نفس الوقت انكار لاي مجهود حصل، وطبعا كل ده كله سمع على السوشيال ميديا وما عرفش اي تفاصيل. حتى طبعا اللي احنا بنتكلم عليه الاستاذ ياسر طبعا هو ما شافنيش الا في الواقع هناك. بص هو طبعا زي ما انا قلت في حديث قبل كده ان انا فوجئت بوجود حسام حبيب هناك، لان انا رايح على ان الاستاذ ياسر هو اللي بيسعى لخروجه عن طريق حسام الشيخ. فطبعا لما قابلت، بس الراجل برضو مش عايزين نقول كلمه حق، هو كان بيقول لي انا بقالي 3 ايام في الشارع او 4 ايام عشان اخرجه ومش عارفين، وقلت له ان شاء الله ربنا يوفقنا خلاص. فطبعا انا هدفي الاساسي الخروج، مش خروج صحيح. لمين ولا خروج عشان مين ولا مين ليه مصلحه، لان ماليش مصلحه ولا معاها او مع حد غيرها الا ان هي تخرج. ودي المهمه اللي انا كنت مكلف فيها ساعتها، والحمد لله ربنا وفقني. الاتعاب دي بالذات ما ينفعش الواحد طبعا يتكلم فيها، ودي حاجه انا مش كان ده الهدف الرئيسي من مراحي قد ما انا رايح عشان دي فنانه امتعتنا كلنا. وكانت فعلا انا حسيت من دراستي الموضوع في الوهله الاولى لما قالوا لي ان في خلاص في تعنت في وجودها في المستشفى، في اهمال ليها. يعني انا في سؤال سالته قبل ما يجي الاستاذ ياسر، عايز اقرب الاقربين ليه عشان كنت ما استناش الاستاذ ياسر، قالوا لي للاسف ما فيش حد، اخوها هو اللي مدخله. فدي حاجه احزنتني طبعا، وربنا يا رب يتم لها شفاها. واللي هي فيه ده كانت ظلم باين واهمال من اللي حواليها وتاثير من اي حد كان ممكن يعمل حاجه وما عملهاش. بص هو طبعا الصوره دي اعتقد ان هي طبعا غير حقيقيه، لان حسام حبيب عشان الشنه اللي كانت معموله عليه والهجوم الاعلامي اللي كان عليه، هو راجل متواجد بان الله اعلم بقى عشان في ميه عيش وملح بينهم ولا عشان ايه، لكن كان متواجد بس بعيد عن نطاق المستشفى، وكان هو من اوائل وكان رايح يشهد في النيابه عشان يطلعها. منين ما كانش متواجد في نفس اليوم ده الساعه 9 كان موجود في النيابه عشان يشهد، ازاي ما كانش موجود؟ ولما ما كانش مصدق ان احنا رايحين نطلعها من المستشفى، فجي ورانا على المستشفى بس ما كانش موجود في محيط المستشفى، لانه ما يقدرش يظهر عشان الاعلام طبعا واخد صوره اللي واصله للناس ان هو بالنسبه لها حاجه مش كويسه. طيب اللي ازعج حضرتك؟ اول حاجه طبعا ان فنانه زي ديت قيمه وقامه، وفي اهمال في خروجها، وفي عدم تكريس مجهود عشان انها تخرج في اقرب وقت، واجراءات اظن او اعتقد يعني لو انا طبعا ما اطلعتش على اوراق بس باللي انا سمعته في السوشيال ميديا والاستغاثه بتاعتها، بدليل ان هم مضوها على ورقه في الاستغاثه اللي هي عملتها دي، الورقه ده عشان ما يدينهمش لان كل اجراءاتهم غلط، بس ما زلنا اجراءاتهم هي غلط، ويجوز الطعن فيها ويجوز البحث فيها. لو الفنانه ربنا يا رب يتم شفاها على خير يعني حابة تعمل ده، انا مستعد اقدم بلاغ رسمي ويتحاسب كل واحد قصر
واهمل في خروجها من المستشفى، والمستشفى نفسية عشان الالزامي ده ليه شروط تبقى واضحة وصريحة، وفي خطر وظهور في صحة وتدهور لصحته وخوف على صحته العامة وصحة الآخرين حواليه. لكن طبعا هو انا ما اعتقدش ان هو كان ينطبق عليه الشروط دي. زائد الدخول الالزامي له شروط في دخوله وفي اجراءاته وفي مده بقائها، مع وجود تقارير بترفع للمجلس الاقليمي للصحه النفسيه عشان هي اللي تقرر. لكن للاسف اللي انا عرفته طبعا من التحقيقات ان المجلس ده راح من حوالي 4 ايام او 5 ايام فاتوا، وما راحش من ساعه خروجه، لانه المفروض بيتفع له تقرير اول 24 ساعه و72 ساعه من دخوله. اكيد كل ده ما حصلش طبعا.